طب هل ضرب برج المراقبة أو قذيفة طلعت من دبابة قالوا هم بالخطأ، واحد تاني قال لك لا هم قاصدين، هل دي تستدعي نحارب؟ طب ما نشوف احنا عملنا صدر مننا تجاههم ايه قبل كده وما حاربوناش. يعني هو صدر مننا احنا ايه تجاه اسرائيل قبل كده وما حاربوناش. مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. من قناة الصوت الصارخ أقدم لكم هذه الحلقة. لما نيجي للعبة السياسة في المنطقة، لعبة السياسة في المنطقة، نعرف أن لعبة السياسة في المنطقة لعبة قذرة جدا جدا جدا. بمعنى إيه؟ بمعنى إحنا عندنا قوتين عظميتين موجودين، امريكا والاتحاد السوفيتي. طبعا في قوات هتطلع في المستقبل، يعني هيجي لك النمر الاسيوي، الصين هتبقى قوه ثالثه. لكن من البدايه، من زمان لغايه وقتنا الحالي، حتى في الحروب البارده كانت بتبقى بين الاتحاد السوفيتي وامريكا. وكانت الحرب بتبتدي ازاي؟ يعني مثلا روسيا دخلت افغانستان، امريكا عايزه روسيا تطلع من افغانستان عشان سيطرتها في المنطقه، تعمل ايه؟ تمول القاعده، القاعده اللي هي موجوده في ايمن الظواهري ولادن وغيره، تمول القاعده وكلام من دوات عشان يحاربوا. تقول لهم دول كفار، دول شيوعيين ما بيؤمنوش بربنا، اقتلوهم اطردوهم المكان ده انتوا هتدخلوا الجنه. ويبسوا الفكر ده، فكر الاسلام السياسي اللي هو اساسا خطر. طيب ماشي، طردوا لك السوفييت من افغانستان، مفيش شغلانه، تفرغوا لك انت دلوقتي بقى، ما هم عندهم الفكر اي واحد مختلف معاهم كافر لازم. حصلت بقى الاحداث الارهابيه في كل دول اوروبا وامريكا كمان. بس كده لا، تعال نحارب التدخل الروسي او النفوذ الروسي في ايران، نحارب شاه ايران. نحاربه ازاي؟ نجيب له الخميني من فرنسا يحمل الفكر الاسلامي. يجي الخميني، يبقى انا بمول القاعده هنا اللي هي فكرها سني وما فيش مانع، بمول هنا الشيعه والخميني اللي فكرهم شيعي، يبقى الاخوان فكرهم سني والايرانيين فكرهم شيعي، امونهم. وما فيش مانع امون حزب الله برضو عشان اعمل قلق في المنطقة، يبقى في فتنة طائفية ما تستقرش خلاص، في فكر ديني، ما هو في مسيحيين، في مسلمين شيعة، في مسلمين سنة، تبدأ الحرب كله ويبقى في حروب طائفية في المنطقة. فأمريكا ابتدت تحارب الفكر اليساري عشان الفكر اليساري أساسا في الاتحاد السوفيتي. طب برضو حماس، هي دعمت حماس ليه؟ برضو ما انا قلتها قبل كده، دعامه حماس عشان حماس ضد فتح، يبقى في قلق. وفتح اساسا، فتح ومنظمه التحرير الفلسطينيه فكرها يساري، يعني ينتمي للسوفييت اكتر. وفي مصر تدعيم الاخوان في مصر ليه؟ عشان ما يبقاش في استقرار، يبقى في حرب بين المسيحي والمسلم. ويا ريت حد فاهم، يعني انا بقى بشوف ان في الاخوان ناس حاصلين على رتب علميه كبيرة ومقامات ودكتوراه، وبيتخذ الفكر اللي بيضرب الوحدة الوطنية وبيأثر في البلد، ومع ذلك ماشيين على أساس أن الفكر ده هو اللي هيوصلهم لربنا بعد كده. طيب كده أنا يعني ماشي معاكم حتى حتى لغاية ما هوصلكم للكارثة وحل الكارثة، يعني مش هسيبكم غير لما أقول لكم على حل الكارثة. كملوا معايا. ما تحصل حاجات فردية
وكله يطلع يقول لك لا لازم ندخل افتح المعبر، عايزين نحارب اسرائيل. ويطلع لك شاب كده من فترة كان بيرقص على اغنية اسرائيلية، لا عايز يثبت ولائه، وعشان ما يقولوش عليه اسرائيلي يقول لك فين كلم جيشك، الجيش اتحرك، ولا انتوا الاسلحة اللي انت بتجيبوها دي هتصدي ولا ايه؟ الكلام العنتري اللي مش موزون ده بيودي في 60,000 داهية، بيودي في 60,000 داهية. ازاي؟ ما انا لازم احسبها. انا داخل بيت الاسد احارب الاسد، هل الاسد هيسيبني؟ طب ده انا داخل بيت الاسد ممكن الاسد قال اغلبه، طب ده الاسد معاه نمور جوه اصحابه هيخشوا عليا، مش هعمل حساب النمور. طيب انا عندي الزريعه، طب ما نشوف الزرايع ايه. يعني يقول لك الله دول هم ضربوا برج المراقبه بتاعنا والمعابر، وفي واحد مات كان واقف على برج المراقبه مصري، وازاي ده تعدى على حدودنا؟ ازاي ده احنا لازم نروح نضربهم؟ ده كده تعدي على سيادة مصرية. طب هل ضرب برج المراقبة أو قذيفة طلعت من دبابة قالوا هم بالخطأ، واحد تاني قال لك لا هم قاصدين، هل دي تستدعي نحارب؟ طب ما نشوف احنا عملنا صدر مننا تجاههم ايه قبل كده وما حاربوناش. يعني هو صدر مننا احنا ايه تجاه اسرائيل قبل كده وما حاربوناش. يعني سنة 85 سليمان خاطر قتل 11 إسرائيلي على طريق نويبع مساء الخميس من أكتوبر، 5 من أكتوبر 1985. سليمان شاطر، قاعدين الجنود مش عارف عكسوه، مش عارف هزوله، مش عارف رقصوله، المهم الراجل فتح السلاح بتاعه قتل 11. أي نعم سليمان خاطر تم تصفيته جوه السجن، هو مسجون، لكن ده قتل 11. هل امريكا بعد كده، هل اسرائيل بعد كده ضربت علينا صواريخ عشان هذا الحادث؟ اعتبرته حادث فردي. شكرا. سنه 1990 في جندي اسمه ايمن محمد حسن في الفجر يوم 26 نوفمبر 1990 دخل قتل مجموعه كبيره حوالي 21. وكانت قصته قبل كده اني قبل كده شاف واحد بيمارس الجنس يعني على الخط الناحية التانية، فهو الراجل حر يعني. وبعد كده قال لك لا ده كمان الراجل ده حب يغيظني بعد كده في علم مصري طار الناحية التانية، فالجندي الإسرائيلي راح أخد العلم ومسح بيه جزمته، خزن صاحبنا المعلومات دي وحطها معاه، وراح حمل بقى حمل بلاوي سلاح وذخيره وطلع واصطاد وقعد واصطاد كذا عربيه ماشيه وكذا كتيبه، المهم موت 21. بيقول لك ايه؟ جندي المصري السابق ايمن محمد حسنين فجر 26 نوفمبر 90 قتل 21 ضابط وجندي اسرائيلي وجرح 20 اخرين بالسجن. بيوصف بقى بيقول ايه؟ حملت بندقيه الاليه الرسميه عهدتي وبها خزنتها لمده بذخيرتها كامله فيها 421 طلقه، وعلبة ونص ذخيرة بها 75 طلقة أخرى، وأربع خزانات مملوءة بالذخيرة الاحتياطية تحوي 120 طلقة أخرى. يعني كان إجمالي ما يحمله 646 طلقة. جندي واحد شايل 646 طلقة وكم حتة سلاح، وحصلت عليها من موقع الرسمي، ومش كلها بتاعتي، مش كلها بتاعتي، كمان بتاعت جنود تانية، وليست جميعها عهدات الشخصية ولكن تخص أفراد الموقع، وجمعتها لمواجهة أي طارئ أثناء تنفيذ العملية العسكرية. الراجل ده قتل 21 ضابط عمدا ومع سبق الإصرار والترصد، إن جمع وشوف جمع حوالي 646 طلقة والسلاح بتاعه والبندقية الآلية الرسمية وخزنتها، أخد حكم سجن كام؟ 12 سنة. 12 سنة فقط. وطلع وكاتب مذكراته واتجوز وعملوا له احتفال وعملوه بطل. طيب ده كان في 1990. 2012 في 3 إرهابيين من مصر دخلوا جوه مصر وقتلوا مجند عندنا، وهم طالعين قتلتهم الجنود الإسرائيليين. يعني هم إرهابيين مصريين قتلوا من جنودنا وحصل
حرب بينهم وكلام من ده وهرب. هم وهاربين اصطادتهم القوات الاسرائيليه وقتلتهم. قتلت لك ارهابيين على ارضك، طبعا الارهابيين دول كانوا من حماس اللي كانوا بيقتلوا جنودك المصريين، وهم نفسهم اللي قتلوا جنودنا في رمضان. هم بياكلوا ويا عيني خلاص الراجل بيحط بلحه في بقه وطخوهم مع مجموعه كبيره من عارفين القصه دي. في يونيو حزيران برضو في 2012 في مسلحين عبروا الى اسرائيل من سيناء واطلقوا النار على اسرائيليين بيبنوا جدار حاجز على الحدود. اسفر ده عن مقتل عامل ثم قتل الجنود الاثنين من المهاجمين، يعني ضربوا وقتلوا عامل والجنود تبادلوا اطلاق النار معهم وقتلوا اثنين منهم. اغسطس مجموعه اسلاميه من حماس موجودين في سيناء قتلوا 16 من حراس الحدود المصريين وخطفوا عربيه مدرعه مصريه واتجهوا بيها ناحيه الحدود وصدموا بيها السور السياجي اللي موجود. القوات الاسرائيليه قتلتهم، كانوا من حماس، وقتلوا لك 16 جندي مصري وسرقوا مدرعه مصريه وهم طالعين بيهربوا بسرعه خبطوا في السياج حست بيهم اسرائيل تبادلت معاهم اطلاق النار قتلت لك ال 16. نجي لك بقى مو صلاح، بس مو صلاح لعيب الكوره ده انسان محترم، لكن محمد صلاح بقى بتاع يونيو 2023 اللي ظبط نفسه ومشى مسافه ودخل وعمل اطلاق النار وضرب. كل الاحداث دي ما ضربتكش ليه اسرائيل عشانها؟ ما اعلنتش الحرب عليك ليه؟ قصاد كل اللي اتقتل دول معاك من 85 ل 90 ل 2012 ل 2023 كلها احداث اعتداء من جانب واحد من الجانب المصري على الجانب الاسرائيلي. ما حاربتكش ليه اسرائيل ونقضت المعاهده